اهلا اهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديالي. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناه من فلوك. اليوم البنات نشارك معكم الروتين ديال الكوزينه. خليكم معايا وما تمشيو فيه. البنات كيف ما شفتوا معايا هاد البلاصه هذه خويته، ما نرطوش البنات هنا الفران حيت نشريو فران اخر غادي، حيت البنات هاد الايام كنت غابره كنت كنخمل الكوزينه، حكيت هادو بالجيكس كما شفتوا، وحتى هاد المعنات البنات هلا كنت غابره عليكم هاد اليومين. صافي وبقات لي غير هاد البلاصه البنات، صايبتها اليوم ما نرجعوش الفران كيف ما قلت لكم نشريو فران جديد. صافي وخليكم معنا ديال المعالق، تا هما حكيت مبارح بالجيكس ورديت الام شي حاجه ديال الجيكس صايبتها كامله، رديت فيهم المعالق باش نستف كل حاجه في بلاصتها.
تمسو معايا كتحكو بالجكس. وهنا غسلت هاد القراعي وغسلت هاد المعلقات هاد. لصقت ريدو كيف ما شفتوا معي في الفيديو، وتما درجة دايره ديال الشوفو. وهنا لصقت ديال علق زعما ديال الثلاجه.